أيادي وسط الأهل عادة يحرص عليها المصريون، وهو ما يؤثر في تلك الأوقات على حركة القطارات والمواصلات العامة بسبب تنقلاتهم بين المحافظات. من داخل محطة مصر على منتصر النيل. عودة إلى الشأن السعودي والخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل، الانفجار الذي وقع على مقربة من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة قبل دقائق من الإفطار. ينضم إلينا عبر الهاتف من السعودية دكتور محمد عبد الله الزلف، عضو مجلس الشورى السعودي. دكتور محمد، هل من تفاصيل اتضحت حتى الآن حول هذه العملية التي حدثت خارج المسجد النبوي في المدينة المنورة؟ الأخبار تشير إلى أن الانفجار حصل في موقف للسيارات بعيد قليلا عن المسجد النبوي، وأن وحدث مع صلاة بين بعد أذان المغرب مباشرة، ويبدو أن الضحايا حسب ما أوردت الأنباء الآن هو الانتحاري نفسه واثنين من رجال الأمن، ولكن يبدو أن الأمور عادت إلى طبيعتها خاصة بالنسبة للزوار المسجد النبوي، وهم هذه الأيام بكثافة رهيبة، وربما الانتحاري ومن خطط لهذا العمل من داعش وقوة إقليمية تقف وراءها أرادوا في هذا التوقيت وفي هذا المكان بالذات نوع إحداث نوع من البلبلة ونوع من إعطاء انطباع أن الأمن في المملكة العربية السعودية غير مستقر، واستهداف المساجد بكل أسف هي أحد عوامل هؤلاء، ومن ثم نرى التزامن بين استهداف المسجد النبوي في هذا الوقت بالذات وبين مسجد للطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية، فيبدو أن العمل منظم بطريقة أراد المخطط أن يعطي انطباع أن الأوضاع في المملكة ليست على ما يرام، ونريد المخططون يريدوا أن يجعلوا المملكة كما هو العراق وكما هو سوريا وكما هو لبنان وكما هو اليمن. هذا المخطط الجهنمي الذي تقف وراءه دولة إقليمية معروفة باستثمار كل من يمكن أن يخدم مصالحها وأهدافها، سواء من الطائفة الشيعية أو من الطائفة السنية من داعش ومن غيره. طيب، في إطار هذا المخطط الذي تتحدث عنه وفي هذا التوقيت الذي تقتض فيه المملكة السعودية بالزوار للأماكن المقدسة، ما هي الخطة الموضوعة إذن من جانب المملكة للخطة الأمنية، يعني لتأمين هذه الأماكن تفاديا لوقوع أحداث إرهابية أخرى؟ سيدتي، الخطة الأمنية عملت بشكل احترافي راقي لخدمة المؤتمرين الذين زاد عددهم عن 5 ملايين في هذه الأيام، ولكن الأعمال الإرهابية والأذرع الإرهابية لتلك الدول الإقليمية أو تلك المنظمات الإرهابية الإقليمية بكل أسف لا تنقصهم الوسائل ولا تنقصهم وسائل الاستثمار، أناس متطرفين ولا السدج ولا بغسولة أدمغتهم ليقوموا بمثل هذه الأعمال. شكرا جزيلا لك دكتور محمد عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي، متحدثا إلينا من المملكة العربية السعودية. ونعود إلى الشأن المحلي المصري، حيث وضعت وزارة الصحة خطة طوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك تعتمد على إعادة توزيع أكثر من 2800 سيارة إسعاف. وقال رئيس هيئة الإسعاف الدكتور أحمد الأنصاري إن الهيئة وضعت سيناريوهات للتحرك المركزي لمواجهة الأحداث الطارئة بالتنسيق التام مع كافة قطاعات وزارة الصحة. حسن علي توفيق وراح مع عبد ناصر متابعة والرسول. تمام كده، معلوم بإشارتك كده وجاري تمام.
خطة محكمة وضعتها وزارة الصحة ممثلة في هيئة الإسعاف المصرية استعدادا لعيد الفطر المبارك، تعتمد على إعادة توزيع أكثر من 2800 سيارة إسعاف مجهزة في كافة أنحاء الجمهورية، فضلا عن 10 لانشات إسعاف ناري وطائرتين مروحيتين. رقم الطائرة بتاعنا 123، الخدمة هتبقى قائمة عليها 2800 سيارة تقريبا، 2860 سيارة تقريبا في كل محافظات مصر، وتم التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة، القطاع الرعاية العلاجية والعاجلة، القطاع الطب الوقائي، لو في أي حاجات فيها اشتباه أي حاجة وقائية أو كده بنيتم إبلاغ القطاع الوقائي على طول. في تنسيق بيننا وبين مديريات الصحة في كل في جميع المحافظات عشان إن شاء الله يبقى خطة العيد آمنة صحيا لكل المواطنين. الخطة تعتمد أيضا على التنسيق التام بين كافة قطاعات وزارة الصحة ووضع سيناريو للتحرك المركزي لمواجهة الأحداث الطارئة والتعامل معها. في توجيه للسيارات في ساحات الصلاة في المحافظات المختلفة، العديد من الأسر والعائلات والأصدقاء أو المواطنين بيتجهوا إلى المتنزهات العامة أو الحدائق العامة، فبقى في برضو تمركزات سيارات في هذه الحدائق وبالقرب منها. برضو في عادة كده أو يعني بتحصل كل عيد أو في الأعياد الرسمية دايما أو في الأعياد والأجازات إن الناس بتتوجه إلى الرحلات النيلية في المحافظات المختلفة، فبيبقى فيه برضو استعدادات عالية على نهر النيل بالذات في الأماكن اللي فيها إسعاف نهري. كانت وزارة الصحة قررت رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الطوارئ وإلغاء الأجازات وتوفير المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بكميات مناسبة. أشرف مبارك، النيل. ومعا نعود إلى الشأن السعودي أو الأزمة التي حدثت، هذه التفجيرات الإرهابية التي وقعت اليوم. ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء كمال مصدوم المحلل العسكري. سيادة اللواء، بعد تحيتي لك، في أي مجال نستطيع أن نقرأ هذه التفجيرات المتزامنة التي وقعت في المملكة العربية السعودية؟ والله دعني أقول لحضرتك أن من الملاحظة خلال الأيام السابقة نجد أن فعلا المملكة العربية السعودية مستهدفة من جماعات التنظيمات الإرهابية اللي تدعي الجهاد. وتعلق علينا منذ يومين شفنا كان في تهديد بالقرب من السفارة الأمريكية وقبليها بأكثر من تفجير آخر، فإحنا بنتصور أن فعلا المملكة مستهدفة نتيجة السياسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية، وقوفها إلى جانب أشقائها العرب، وشايفين عاصفة الحزم بالنسبة لتأييد الشرعية في اليمن، وقوفها إلى جانب مصر في نفس الوقت اللي هي يعني الناس يعني شايفين الاتهامات اللي بتلقى على الجماعات الإرهابية اللي احنا شايفينها كلها. فبالتالي أنا تأكدنا دلوقتي أن فعلا المملكة مستهدفة، استقرار المملكة، الأمن داخل المملكة. ده أنا أقول النهاردة أن هم وصولهم إلى المسجد النبوي هو استهداف المعتمرين اللي بقدر أعدادهم خلال شهر رمضان. هل المقصد هو استهداف المعتمرين أم إعطاء مؤشر بأن الأمن في المملكة ليس على ما يرام وأنهم غير قادرين على تأمين هذا الطقس الديني؟ أنا أتفق زي ما حضرتك قلت، هو فعلا استهداف الأمن داخل المملكة بحيث أن الناس تشعر ان مفيش امان داخل المملكة، وبالتالي ما يجيش المعتمرين واحنا داخلين على موسم حج وهكذا. فهذا الهدف هو فعلا اظهار ان المملكة العربية السعودية غير امنة اسوة بباقي الدول العربية اللي احنا شايفينها حواليها في الوقت الحاضر. انما انا هل نستطيع ان نضع هذا في اطار النزاع الاقليمي في سوريا وفي اليمن وما يحدث؟ والله أنا أقول لحضرتك يعني هو إحنا وقوف المملكة، أنا زي ما قلت لحضرتك في البداية، وقوف المملكة إلى جانب أشقائها العرب تأييدها للمواطنين وللشعب السوري في سوريا، وقوفها إلى جانب الشرعية في اليمن في الجنوب، يعني وقوفها إلى جانب مصر. إحنا شوفين مصر تعرضت من سنتين ثلاثة لتهديدات الجماعات الإخوانية الإرهابية، فلا شك إن هم بيستهدفوا المملكة اللي بتقف إلى جانب الحق وتؤيد القوى العربية المعتدلة اللي موجودة في المنطقة. هو الهدف إظهارها أمام الإقليمية قدام العالم إن هي دولة غير مستقرة، إنما إحنا الحقيقة بنثق في الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية بتقوم بجهد كبير، خاصة ان احنا عارفين ان هناك عمالة وافدة تقدر بحوالي 6 مليون 7 مليون، الحج والعمرة اللي بيجوا بالملايين الى المملكة العربية السعودية بيبذلوا جهد كبير الحقيقة في ظل الظروف المحاطة بها المملكة، التهديدات الموجودة في اليمن في الجنوب والدول القريبة منها. بالتالي فده الحمد لله ان شاء الله الى الاستقرار في القريب العاجل ان شاء الله.
شكرا لك اللواء جمال مظلوم المحلل العسكري، إذ كنت معنا من القاهرة. وما زلنا نتابع هذا الشأن. ينضم إلينا من السعودية مباشرة مراسل أنيل أحمد عبد العليم. أحمد، هل اتضحت أي تفاصيل حول الضحايا الذين سقطوا بعد هذا الحادث وأيضا حول منفذ هذه العملية؟ الحصيلة الغير رسمية الأولية بتفيد بأربعة من رجال الأمن استشهدوا واثنان من زوار المسجد النبوي الشريف. حتى الآن تصل العدد 6 ولم تصدر بيان رسمي يؤكد بالعدد النهائي أو الحصيلة أو جنسيات المتوفين. طيب، هناك بعض الأنباء التي ذكرت أنه الانتحاري كان يريد الدخول داخل المسجد النبوي، ولكن يعني عندما اصطدم برجال الأمن فجر نفسه في خارج المسجد. هل هذه الأنباء صحيحة أم لا؟ نعم صحيح، هو في توجه في للمسجد النبوي لتكون الحصيلة كبيرة. لكن المسجد النبوي والمسجد الحرام في هذه الفترة مؤمنين بالكامل برجال الأمن من كل الاتجاهات. هو عندما وصل لموقف السيارات والأمن قام بتفجير نفسه، كان الضحايا زي ما ذكرت لحضرتك 4 من رجال الأمن استشهدوا واثنان من الزوار كحصيلة أولية مبدئية. طيب، كيف تبدو الأحوال خارج المسجد النبوي بعد وقوع هذه العملية؟ ما في شك ان صور الانفجار كان كبير ومروع، اثر بشكل كبير على زوار المسجد النبوي في حاله من التوتر والقلق والاطمئنان على ذويهم، ولكن ان الانفجار كان في مواقف سيارات عند المركز الامني خارج الحرم ادى الى تقليل الضحايا بشكل كبير، لكن هناك من حاله كبيره من التوتر والقلق بين الزوار. طيب، عموما يعني الأوضاع الأمنية في المملكة، هل بدأت تتوارد أنباء عن تجديد الناحية الأمنية أكثر في أنحاء المملكة بعد تعرض السعودية لأكثر من تفجير واقترابها من الأماكن المكتظة ونحن تحديدا في شهر رمضان بالزوار؟ نعم، هو الحقيقه 3 انفجارات متتاليه في اقل من 24 ساعه. لكن الحصيله الاكبر كانت في المدينه المنوره. التجديدات الامنيه متواجده من بدايه رمضان والتكثيفات في كافه الشوارع وحوالين الاماكن المقدسه، ولكن طبعا بعد الحوادث ازداد. لكن ابتداء من الليله وغدا بيغادر زوار الحرمين الشريفين المملكه باتجاه بلادهم بدءا من الليله، مما سيقلل عدد الزوار بشكل كبير. بحد اقصى يوم الاربعاء بتنتهي جميع تاشيرات العمره، بتكون المملكه خاليه تماما من الزوار المعتمرين. لكن التجديدات الامنيه على اشدها وخاصه في جده والمدينه المنوره والقطيف وكذلك في مكه المكرمه. طيب، كيف تبدو اصداء هذه الاعمال الارهابيه المتزامنه والمتتاليه كما ذكرت لدى المهتمين بالشان السياسي والامني في السعوديه، خاصه في ظل الحديث عن انه هناك مخطط لضرب الامن في السعوديه في هذا التوقيت واعطاء الانطباع بانه الأوضاع الأمنية متدهورة هناك؟ حقيقة الأمر لم تتبلور الصورة بعد، خاصة الانفجارات حديثة منذ فجر اليوم وفي نهاية رمضان والاهتمام بموعد العيد. الانفجارات ما أدتش الغرض منه ولم يستطيع أي انتحاري الوصول إلى هدفه، مما يؤكد أن هناك في احتياطات أمنية جيدة، والضحايا حتى الآن أغلبهم من رجال الأمن الذين تفضل الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم. لكن بشكل عام لم يسد ذلك الانطباع أن هناك فشل أمني أو أن هناك عملية إرهابية واسعة النطاق، إنما منظورة كل حالة على حدة، لأن في الخطيب تعتبر مستهدفة لمسجد الشيعة في المدينة المنورة للمسلمين كافة، في جدة كانت أمام القنصلية الأمريكية، يعني الأهداف ليست متشابهة 100% ولم تنجح في تحقيق أهدافها بالنسبة لما قام به الانتحاريون، وأغلب وكل الانتحاريين استشهدوا قتلوا في عمليات التفجير. الإصابات لا توجد إصابات في الخطيب ولا توجد في جدة، لكن هي في المدينة المنورة الأربعة من قوات الأمن زي ما ذكرنا والاثنان من الزوار. لكن وسائل الإعلام حتى بتتناول الموضوع بشكل معتدل، لن نجد انفجار مروع أو نجد أن انفجار هائل أو التعبيرات اللي بنشوفها دائما في تلك الأحيان، بل نعطيها كل حالة على حجمها الحقيقي وعلاقتها الحقيقي. الجهات الأمنية بتراقب وبانتظار بيان الداخلية بيوضح كافة الملابسات، وخاصة أن مفجر القنصلية تفجير الانتحاري أمام القنصلية الأمريكية في كذا الفجر لم يكن سعودي الجنسية، كان من أحد المقيمين بالمملكة وفي 30 من العمر.
شكرا جزيلا لك أحمد عبد العلي مراسل أنيل في السعودية. ونذكر بالعدد الذي ذكره مراسلنا من ثواني قليلة، أنه نتيجة لهذا الحدث الإرهابي الذي وقع على بعد أمتار من المسجد النبوي الشريف عندما فجر انتحاري نفسه عند البوابات الأمنية